GSM Medical Education. هنا نجعل الطب سهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الدكتور كرار مهدي من فريق GSM Medical Education. وموضوعنا راح يكون حول Diabetes Mellitus Type 1. ناقشنا وياكم بالحلقة السابقة حول الهرمونات الخاصة التي تنفرز من خلال البنكرياس، وأيضا عرفنا عمل الأنسولين وقلنا طبعا كيف يكون الريجوليشن مالته، ويعني شرحنا وركزنا كيف يكون عمله وكيف يعني نميز بين التايب 1 دايابيتس والتايب 2. وهاي الحلقة راح نركز على التايب 1 دايابيتس. خلنا نعرف شنو تعريف الدايابيتس ونذكر يعني النوعين عندنا، التايب 1 والتايب 2. احنا عندنا العديد من الانواع راح نناقشها بحلقه مقبله، وان شاء الله راح نركز هسه بهذه الحلقه عندنا للتايب 1 دايابيتس. تعريف الدايابيتس بصوره مبسطه قلنا يعني هو يعني دايابيتس بانه البلاد جلوكوز او بلاد شوجر ليفل ار هاي. طبعا عرفنا السبب الرئيسي مثل ما تعرفون وظيفه الانسولين، قلنا هو يعمل كعمل المفتاح، يعني يقوم بنقل الطاقة، يعني حتى يفتح عندنا البوابات نحتاج الأنسولين. وعرفنا قلنا حتى نبسط الموضوع أكثر بأن الأنسولين يعمل كعمل المفتاح للخلية، بدون هذا المفتاح ما راح تدخل الطاقة أو الجلوكوز للخلية. وقلنا طبعا كيف يكون الميتابوليزم الخاصة بالأنسولين، وعرفنا وياكم يعني التايب 1 تايب 2، وراح نعيد وياكم شنو الفروقات بيناتهم. قلنا طبعا التايب 1 دايابيتس المشكله عندنا بالبنكرياس نفسه بانه البيتا سيل ما تقوم بافراز عندنا الانسولين، وهاي مشكله طبعا كبيره بانه ما عندنا انسولين، يعني ما راح تنفتح البوابات وما راح تنتقل عندنا هاي الجلوكوز، يعني هاي الطاقه الموجوده للخليه، بالتالي راح تصير عندنا مشاكل واعراض جانبيه. وعادة ما تكون المشكلة قلنا بالإيمون سيستم، يسبب عندك أتاك للخلية، وراح نعرف شلون يعني الميتابوليزم الخاصة والإيمون شلون يكون حتى يعني راح يهجم على البيتا سيل. وعادة ما يصير قلنا يعني عند الصغار عند تشيلدرن، ويصير أيضا باليانج أدولت بهذا النوع من تايب 1 دايابيتس. اما تايب 2 دايابيتس قلنا ما عندنا مشكله بالبيتا سيل، يعني الانسولين راح ينفرز، ولكن يوجد عندنا ريسيستنس يعني بالبوابات او بالانسولين ريسبتور، وبالتالي ما راح تتفعل هاي البوابات حتى تفتح عندنا البوابات الخاصه بكلوت 4 اللي من خلالها تدخل عندنا الانسولين والطاقه. وعاده ايضا راح تكون للاشخاص الكبار في السن، يعني يكون اعمارهم اكثر من 45 سنه او اكثر، وطبعا الاسباب معينه خاصه بها. مثل ما تعرفون طبعا الدايابيتس يعني مرض مهم جدا، لان حوالي يصيب 10% من البوبوليشن، 90% هو تايب 2 دايابيتس و10% هو تايب 1 دايابيتس. خلنا نعرف وياكم طبعا التايب 1 دايابيتس شلون يصير وكيف يكون الاتاك مالته. طبعا مثل ما تعرفون تايب 1 دايابيتس هو يصير عندنا عندما الاوتو اميون بنكرياتيك بيتا سيل ديستركشن، ويعتبر هو تايب 4 هايبر سنسيفيتي رياكشن. شوف المشكله بانه الايمون سيستم راح يسبب ديستراي للبيتا سيل بالبنكرياس، وبالتالي عندنا البنكرياس البيتا سيل ما راح تنفرز عندنا الانسولين، هاي بحاله مبسطه. طبعا احنا قبل لا يعني نتكلم على كيف يكون المهاجمه، احنا مثل ما عرفنا عندنا الانسولين هو راح يقوم بتركيز او زياده الطاقه للخليه، والجلوكاجون هو يقوم بزياده الانسولين عفوا الجلوكاجون حتى يزود عندنا الطاقه او الجلوكوز عندنا بالدم، يعني راح يصير عكس واحد عكس الثاني الانسولين والجلوكاجون. اتمنى تكون واضحه عندكم. عندنا المشكله الرئيسيه عندنا بالتايب 1 دايابيتس بانه راح يقوم بمهاجمه، عندنا قلنا الايمون سيستم راح يقوم بمهاجمه شنو البيتا سيل. شلون تصير هاي الشغله؟ تصير عندنا طبعا المشكله عندنا بالتي سيل، راح تصير تغيرات بها من خلال الجينيتك ابنورماليتيز،
وهاي الجينيتيك اب نورماليتيز راح هاي الخليه ما راح الجهاز المناعي ما راح يميز الخليه الخاصه بالانتوجين بالسمول بيبتايد والبوليسكارايد واللايبيز، وبالتالي تقوم بمهاجمه طبعا الخليه والبيتا سيل الخاصه بالبنكرياس. وطبعا هاي تمر على عده مراحل، تمر الاستيجات، قلنا عندنا جينيتيك ريسك فاكتور، وبعدين الايمون راح يصير بي اكتيفيشن، يعني التي سيل راح من خلال جينيتيك اب نورمالتيز راح يصير بي اكتيفيشن، تغيرات راح ما يميز التغيرات اللي عفوا الانتوجين الخاص بالجسم نفسه، يعني نقول عليه يقوم بمهاجمة نفسه بالغلط، الجسم يقوم بمهاجمة نفسه بالغلط. بعدين راح يصير عندنا ايمون ريسبونس، بالتالي راح يصير عندنا اكتيفيشن للخلية، وتبدا عندنا الستيج 1. الستيج 1 بانه الايمون سيستم يبدي اتاك للانسولين برودكشن بيتا سيل، طبعا راح يصير عندنا بلاد شوجر ليفل تكون طبيعية وماكو اي سبتوم، تبدي بالمهاجمة يعني ما يكون اي سبتوم الخاص بها. ستيج 2 ايضا يعني تتم بعملية المهاجمة ولكن ماكو اي تغيرات حاصلة ونون سبتوم، لكن بالستيج 3 تبدأ عملية الدايابيتس تايب 1 وتبدي طبعا الايمون سيستم تقتل كل خلية خاصة بالبيتا سيل وينتج عندنا تايب 1 دايابيتس. هنعرف وياكم قلنا الاسباب الخاصة، سبب رئيسي قلنا سبتون جين، عندنا المشكلة بالهيستو كومتوبل كومبلكس ام اتش اس، طبعا هاي عفوا سي، هذا الام اتش سي المشكلة عندنا بالمشكلة هاي راح يميز من خلال الموجود هو طبعا عندنا بالكروموسوم 6 انه هو يركز، يعني يكون مهم عندنا حتى يبين الفورجن موليكول الاشياء الغريبة اللي تدخل للجسم. بالتالي طبعا هذا هاي راح يصير عندنا خلل اللي موجود بالكروموسوم 6 راح ما يقدر يميز بالسيلف انتوجين، وبالتالي راح يصير عندنا خلل بالسيلف تولرانس. سيلف تولرانس يعني معناها بان الجهاز المناعي ما يميز الانسجه الخاصه بالجسم ويبدا مهاجمه طبعا ويسبب يعني تهديد للجسم، وبالتالي راح يقوم بمهاجمه يعني الانتوجين الخاص بالجسم السليمة. وهذا عادة ما يكون HLA-DR3 و HLA-DR4 عادة يكون بالهيومن لوكوسايد الانتوجين سيستم اللي تكون موجودة راح تتم المهاجمة خلالها. طبعا هاي حوالي أكثر من 90%. قلنا إذا بس إعادة بأن الهيستو كومباتيبلتي كومبلكس هاي راح يصير بها خلل، هاي شنو فائدتها؟ هاي فائدتها راح تميز الأشياء الغريبة اللي تسبب تهديد إنه، وأيضا مهمة للسيلف تولرانس اللي من خلالها تهاجم الأشياء الغريبة اللي تكون غريبة عن الجسم حتى تسبب لها أتاك، وبالتالي هاي راح يصير بها خلل راح تهاجم الأنتوجين الخاص بها الخاص بالجسم واللي تخص البيتا 1 اللي عندنا البيتا الخاصة بالبنكرياس راح يسبب عندنا ديستراي. هاي حوالي اكثر من 90%. عندنا السيفير فيروس، المقبل فيروس اللي راح يسبب عندنا خلل بالجهاز المناعي، عندنا هم الكوكسيس فيروس، الروبولا فيروس، الميغولا فيروس، الابشنبرا فيروس، وعندنا ايضا هاي ممكن تسبب عندنا اتاك نسبه بسيطه ايضا ممكن تاثر. ايضا عندنا الدايت ايضا ممكن يسبب عندنا الاشخاص او الانفنت اللي ياخذون منتوجات الحليب وهاي نترات درينكينج ووتر ولو فيتامين دي كونسبشن لاستهلاكه، ويسبب عندنا ايضا ممكن يسبب عندنا ريسك للتايب 1 دايابيتس. خلينا نعرف وياكم السبتوم، مثل ما تعرفون عندنا العديد من السبتوم، ولكن هاي اهم السبتوم اللي موجوده عندنا بولي فيجيا. بولي معناها يعني زياده، اللات فيجيا معناها ايتينج يعني ياكل كثيرا. واحد يقول اوكي العادي هو عنده نسبه جلوكوز عاليه بالدم، يعني كيف يعني راح ياكل كثير؟ ياكل السبب انه يرتفع عندنا الجلوكوز، الجلوكوز طاقه هي اللي تروح للجنه او تتخزن في الاديبوس تيشيو وبالليفر ايضا عندنا والمصل. انا ضربنا لكم مثال راح تجي الطاقه تروح للاديبوس تيشيو حتى تنخزن، راح ترجع لانه قلنا ما هاي البوابات ما تنفتح الخاصه بالانسجه الموجوده، وايضا بالمصل هاي البوابات تكون مسدوده وبالتالي راح تبقى بالدم مرتفعه. يعني وهاي تحتاج طاقة طبعا، يعني لأن تحتاج طاقة فتعطي هي معلومات للدماغ بأنه حتى تقوم شنو، حتى قلنا هاي الطاقة اللي تنخزن
تكون موجودة بالأدبوس تيشيو وأيضا بالليفر وأيضا تكون عندنا يعني بالمصل. قلنا حتى تحتاج طاقة فراح يصير بيها بريك داون بروتين واللايبولايسيد بريك داون فات حتى تعوض عن نقص الحاصل. فهي مشكلة راح يصير عندنا جلوكوز عالي بالدم والإضافة هاي ما توصل لها طاقة وتنوخذ من عندها طاقة. ليش؟ لأن مثل ما اتفقنا قلنا هاي راح حتى تعوض عن نقص الحاصل، بالتالي راح يصير عنده ويج لوس وهنجر أكثر، يبدأ الشخص يأكل 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 حتى يعوض عن نقص الحاصل، ولكن ماكو أي فائدة. ليش؟ لأنه قلنا الجلوكوز يحاول يدخل الأنسجة ويرجع، فما راح يسبب أي تغيرات موجودة. وأيضا عندنا جلايكوزوريا، أين جلايكو من يعني جلايكو يعني جلوكوز، وزوريا معناها يورين، a lot of urine، سبب أنه راح يصير عندنا فلتريشن عندنا بالكدني وراح ينتقل عندنا جلوكوز عالي راح يصير عندنا يعني باليورين، وراح يصير عندنا بوليوريا عادي الكثير من يعني التبول، وهذا طبعا السبب قلنا راح يتركز عندنا عالي بالجلوكوز، بالتالي راح يصير عندنا الكثير من التبول. بولي معناها كثير، يوريا يعني البول، وايضا راح يصير عندنا بولي ديبسيا، بولي يعني الات، ديبسيا معناها العطش، ونسبه كثير من العطش راح يزداد عندنا الانكريز يورينيشن، بالتالي راح يصير عندنا انكريز dehydration. فمن يصير عندنا decrease dehydration هاي راح يصير عندنا جفاف وراح يسبب عندنا أعراض جانبية عديدة الخاصة بالdehydration للtype 1 diabetes. أما بالنسبة عندنا للdiabetes ketoacidosis تعتبر أحد الcomplication الخاصة بالtype 1 diabetes most common. طبعا diabetes ketoacidosis راح نشرحها طبعا بالتفصيل بفيديو خاص بالدايابيتس كوما مع دايابيتس كيتو اسيدوسيس، وعندنا ايضا الهايبرغليسيميا هايبر اوسمولار ستيت راح نشرحها طبعا بالتفصيل، ولكن راح اعطي نبذه بسيطه كيف يكون دايابيتس كيتو اسيدوسيس تاثر على تايب 1 اكثر من تايب 2 بيناتهم. دايابيتس كيتو اسيدوسيس هي تعتبر لايف ثريتنج بروبلم كومبليكيشن للتايب للدايابيتس، وتبدي بعد ما تحرق الدهون بصورة سريعة. أي جسم راح يحتاج طاقة، من نقول إحنا راح يحرق دهون يعني راح يحتاج راح يعوض النقص الحاصل. مثل ما تعرف عندنا الطاقة اللي هي جلوكوز بسبب إنه عدم دخولها للخلية بسبب عدم وجود الأنسولين، بالتالي راح المشكلة راح تحتاج طاقة، وبالتالي راح يعني يعطي معلومات للدماغ بأنه تحتاج طاقة يعني، فبالتالي تبدي بحرق الدهون. مثل ما تعرفون بانه هاي الجلوكوز عندنا الفات يعني الادبوس تيشيو والمصل قلنا هي مخازن للطاقه، من يحتاج الجسم يروح من خلالها حتى تقوم طبعا بحرق اكثر من الدهون حتى تعطينا الطاقه. وبالتالي بسبب بعض الحالات الخاصه اللي عندنا، مثلا الشخص يكون تحت الستريس، يعني مثلا عندنا بالانفكشن تروما، مثلا الشخص عنده صار حادث مع مايكاردن انفكشن، او عندنا سيرجر جرى عمليه جراحيه خاصه، فبالتالي راح يمر بالستريسفول. مثل ما عندنا قلنا الكورتيزول يلعب دور فعال بزياده الجلوكوز عندنا بالجسم، بالتالي يبدا بحرق الدهون، وهذا يدخل ضمن تفاعلات موجوده بالكبد، ممكن راح يسبب عندنا بارتفاع الحموضه عاليه، عندنا البيكام اسيديتي عاليه. الأسباب الرئيسية بأنه الجلوكوز راح تكون بصورة عالية وما يقدر يدخل للخلية قلنا الطاقة، واللي يعتبر للسورس، والليفر طبعا يحتوي عديد من البلاد يعني make large amount of blood sugar، وأيضا الفات يصير عندنا بصورة عالية قلنا rapidly break down all the fat. بالحالة الطبيعية بأنه الأدبوس تيشيو حتى من نحتاج طاقة راح يدخل ضمن تفاعلات الكيتون بوديز، وراح ينتج عندنا طبعا من خلاله يعني الأسيتو أسيديت الاسيتو اسيديك اسيد والبي هيدروكس بيوريك اسيد اللي من خلالها تعطينا الطاقه، فقط طاقه يعني تعطينا الطاقه الموجوده. ولكن بالحاله الاب نورماليتيز قلنا هنا اكو تفاعلات غير مكتمله، شلون؟ طبعا هنا عندنا الفاتي اسيد قلنا راح يعرق الدهون لسبب انه عدم دخول الطاقه للفاتي اسيد، ويصير عندنا لايبولايسيس اللي تقوم من خلالها حرق الدهون من الادبوس تيشيو. وايضا عندنا هنا الكبد ما راح ينقل الطاقه الى، ليش؟ قلنا لانه المفتاح موجود اللي خاص قلنا الانسولين، بالتالي راح يحاول يرجع موجود بالدم تكون بكميات عاليه، بالتالي راح يقل عندنا الاكسيلو اسيتيت والستريت راح يكون عندنا قليل وما يدخل بالتفاعلات الخاصه بالاسيتوكو اي اللي يجينا بالفاتي اسيد،
بالتالي راح يصير عندنا خلل بالكيتون بوديز وراح يرتفع عندنا الاسيتيك اسيد والبيتا هيدروكسبيوريك اسيد. المشكله بانه راح ترتفع عندنا الاسيديتي بالبلاد. من يرتفع عندنا الاسيديتي بالبلاد يعني البي اتش راح يكون قليله والبايكربونات اتش سي او 3 راح يكون قليله وراح يصير عندنا ميتابوليك اسيدوسيس. فهذا راح يصير عندنا حموضه عاليه جدا وبالتالي راح يصير عندنا مشاكل كبيره ومن ضمنها عندنا الهايبر كاليميك. السبب انه الهايبر كاليميا بانه الخليه راح بسبب يعني بسبب انه زياده يعني عندنا الاسيديتي بالبلاد وبالتالي راح يصير عندنا يعني ينتقل الى الخليه البوتاسيوم فصير عندنا بوتاسيوم عالي بالخليه ويصير عندنا ايضا الحموضه الاتش راح ترتفع عندنا بالبلاد فبالتالي راح يصير عندنا هايبر كاليميا وايضا راح يصير عندنا هايبر اوسمولاريتي راح يصير عندنا ايضا ممكن يصير عندنا خلل بيها ايضا. وانصحكم ايضا تشوفون الحلقات الخاصه بالالكترولايت حتى تميزون وتعرفون الفروقات والاعراض الجانبيه اللي ممكن تسببها عندنا الميتابوليك اسيدوسيس عندنا وعندنا الالكالوسيس وتفريق بيناتهم. هاي المشاكل اللي تصير عندنا يعني هاي المشكله اللي تصير عندنا الخلل اللي تكون داخل الكابل اتمنى تكون واقعه عندكم يعني. اما بالنسبه عندنا قلنا السبب ليش يكون عندنا بالتايب 1 دايابيتس اكثر من التايب 2 دايابيتس. احنا بالامكان يعني دايابيتس كده استرس بامكان ان يصير عندنا يعني ممكن يحصل لكن نسبه قليله تصير من الاشخاص اللي عندهم سيفير ستريس يعني سبب عالي جدا. ليش؟ بانه ما راح يكون عندنا توازن هنا يعني. فالتوازن بين الانسولين ثيرابي وجلوكاغون. واحد يقول يعني شنو المشكله؟ المشكله بانه بالتايب 1 دايابيتس راح يرتفع عندنا جلوكاغون بالحاله الستريس هرمون حتى ينتج شنو عندنا راح تنتج عندنا طاقه ويعني حتى يعوض للطاقه الخاصه. فالانسولين اللي موجود عندنا بالدم اللي ماخذينه ثيرابي ما راح يعوض عن النقص الحاصل فراح يصير عندنا شنو راح يصير عندنا ما يصير عندنا توازن. ولكن بالستيب 2 راح يكون عندنا انسولين بالدم ولكن نسبه قليله بالتالي راح يكون عندنا توازن ولذلك ما راح يصير عندنا دايابيتس كيتو اسيدوس راح تكون عندنا يعني بصوره قليله اكثر من يعني من التايب 1 اقل من التايب 1. ولكن يصير قلنا بالسيفير ستريس اللي يصير عندنا بكتيريا انفكشن سبسيس ويصير عندنا تروما وتعتبر يعني one of the most serious complication طبعا الانسولين بامب الثيرابي. خلنا اعرف وياكم قلنا من الستريس هرمون قلنا الكورتيزول راح يسبب عندنا قلنا الريليس بعدين يصير عندنا الريليس ابنفرين ويصير عندنا راح يرتفع عندنا ايضا جلوكوز عندنا وبالتالي راح يصير الترناتيف انرجي تكون عندنا جنريتيف كيتون بوديز وقلنا الكيتونز راح تكون عاليه ويصير عندي خلل راح كيتو اسيدوسيس فراح يصير عندنا نوشيا فوميتنج منتال ستيت تشينج وسيربرال اديما. وايضا عندنا يعني فيري انترستينج بسبب ارتفاع الاسيتون فراح تنتج عندنا فروت بريث يعني راح تكون على شكل فواكه من الشخص يتنفس. وقلنا باختلاف جلوكاغون عندنا ما راح يتوازن عندنا فينكريز بلاد جلوكوز عندنا واللوز اوف جلوكوز ان ذا يورين وايضا لوز ووتر بالتالي راح يصير عندنا dehydration. اتمنى تكون واقعه عندكم هاي التفاعلات وليش تكون عندنا بالتايب 1 عن التايب 2 اكثر عندنا يعني تكون حصول دايابيتس كيتو اسيدوسيس وهي راح نشرحها طبعا بالتفصيل ونشرح ايضا العلاجات الخاصه بها. هاي نهايه حلقتنا لهذا اليوم. كان معكم اخوكم دكتور كرار مهدي من فريق دي اس ام ميديكال ادوكيشن ونشوفكم ان شاء الله بحلقه مقبله. تحياتي لكم. مرحبا. إذا أردت إكمال مشاهدة هذه السلسلة فقم بزيارة موقعنا www.gsmed.com. شكرا لكم. إلى اللقاء.